السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. كنت نشرت فيديو قصير لرجال الدين المسيحي هم بيناقشوا قضية الخمر وهل هي حلال أم حرام في المسيحية. لقيت تعليق من شخص اسمه بيشوي أشرف وبيقول لي أنت مدلسة لأنك ما جبتيش ردودهم كاملة، وبيقول لي لو أنت جدعة هاتي فيديوهاتهم كاملة وأنت تعرفي إيه الخمر اللي يقصدوه. وبعد كده طرح شبهة هرد عليها في الحلقة الجاية إن شاء الله. المهم رديت عليه قلت له بالنص، أولا أنت إنسان قليل الأدب، التدليس ده تسأل عنه أبوك زكريا وكنيستك لو أنت بتفهم، كنت رجعت للحلقة الكاملة عن الخمر وهتعرف وقتها مين المدلس. ثانيا هجاوب على أسئلتك في حلقة كاملة علشان غيرك يعرف الحقيقة. وبعد كده بدأ يعاتب إني عملت حلقة عن الدعارة في الكنيسة، وقال وعلى فكرة حضرتك عاملة حلقة عنوانها الدعارة في الكنيسة ودي أثبتت لي إنك ما تعرفيش حاجة عن الكنيسة أصلا ولا عمرك كنت مسيحية، ولو في دعارة في الكنيسة زي ما بتقولي دل الناس على اليوم اللي بيحصل فيه كده أو اعملي بلاغ في أي اسم شرطة بالكلام ده، لكن ما تقوليش أي كلام وخلاص وخافي ربنا، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. وكمان تعليق تاني برضو يخص الموضوع وقال أتمنى من حضرتك لو كنت مسيحية فعلا وكنت بتروح الكنيسة تحكي تجربتك الشخصية ولو حصل ده قدامك في الكنيسة أو من أي حد، وأتمنى أن أعرف الأيام اللي بيبقى فيها دعارة بالظبط علشان بروح الكنائس من 20 سنة ومفيش الكلام ده وشكرا. ونبدأ نرد على كلام بيشوي بالتفصيل، ونبدأ باتهامه ليا اني معرفش حاجة عن الكنيسة اصلا ولا عمري كنت مسيحية. وعبارة انت عمرك ما كنت مسيحية دي شفتها من نصارى كتير كانوا بيعلقوا على الفيديوهات المنشورة على القناة، وده اللي خلاني اعمل مقدمة باعتراف قنوات مسيحية ومنصرين اشهرهم رحمة الحرامي اني كنت مسيحية واسلمت. اسمع يا بشوي الاعترافات دي من نصارى زيك. انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من 1,000,000 مسيحي في مصر، 1,160,000 أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، وإحنا تايهين وإحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. هل كل المسيحيين في مصر بيروحوا الكنائس؟ وهل المسيحي اللي مش بيروح الكنيسة ينفي انه يكون مسيحي؟ وهل اللي بيروح الكنيسة معصوم من الخطأ او الخطيئة؟ ده في قساوسة ورجال دين وشمامسة وعيشتهم كانت في الكنائس واعتنقوا الاسلام. اما بالنسبة للحلقة الكاملة عن الخمر هتلاقيها في فيديو بعنوان الخمر في المسيحية تحريم مطلق ام استثناء طقسي، ورابط الحلقة هيكون في صندوق الوصف اسفل الفيديو. واتمنى انك تسمع الحلقة كاملة علشان تفهم بس عقيدتك من رجال دينك. ونرجع للنقطة الاهم في الموضوع، انت بتقول اتمنى اعرف الايام اللي بيبقى فيها دعارة بالظبط علشان بروح الكنائس من 20 سنة ومفيش الكلام ده. بصراحة اللي يتسأل السؤال ده شخصيات كتير في الحلقة اللي عملتها بعنوان ما لا يريدك ابن منيرة أن تعرفه عن الدعارة، رسالة لكل مسيحي للكبار فقط. ودي كانت رد على رحومة الحرامي اللي بدأ بنشر فيديو بيتهم فيه الإسلام بالدعارة وإن رحت الإسلام علشان الإسلام دين دعارة، فعلشان كده رديت عليه وبرضه بالتوثيق من وسائل إعلام مسيحية ومن خلال مسيحيين وليست صادرة من جهات إسلامية. اللي المفروض تعرفه ان انا بنقل الاخبار المنشوره سواء من الضحايا او اسرهم او باعتراف رجال دينكم وكمان من خلال وسائل اعلام عالميه وصفحات تواصل اجتماعيه مسيحيه،
وأول واحد ممكن أنت تسأله عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة بالظبط هو رفيق اسكندر رئيس إحدى المنظمات القبطية اللي صرح بتفشي الدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال بالكنائس القبطية. مش عايز أقول لك إنه في مخدرات بتتباع في الكنائس ولا دعارة في الكنائس، مش عايز أقول لك الفضايح دي. تعالوا شوفي، تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، الدعارة في الكنائس. وكمان ممكن تسأل الدكتور حنين عبد المسيح عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة بالظبط، لأنه طلع على أحد البرامج على قناة فضائية مصرية وعمل حوار مع القمص عبد المسيح بسيط عن انتشار الشذوذ بين الرهبان. قادة الرهبان في العصر الذهبي للرهبنة، اللي قادوا الرهبنة في القرن الرابع وفي القرن الخامس العصر الذهبي شهدوا بانتشار الشذوذ بين الرهبان، منهم واحد اسمه اسحاق قط القوالي، وده كان اب روحي ل 210 راهب بيسمع اعترافاتهم وعارف اسرارهم في اربع اديوره، وشهد وبيقول كده انه بيعزو خراب الاربع اديوره لوجود رهبان منحلين. والشاهد الثاني والاهم واحد اسمه اورسيديوس، ده قاد الرهبنة بعد رهبنة الشركة بعد مؤسسها بافوميوس، وكان في عظة السبعة بيلقي مرسية بيعيط على الرهبنة ويقول ابكي اياتها الرهبنة على زيك اللي نجسوه رهبان كالبغال والخنازير، وقال كلام اصعب من كده. خلاص يا دكتور، خلاص بتقول على الرهبان انك بتنتهز فرصة تختلي بيها بهذا الصبي وتعطيه ما هو في هز ثوبك الداخلي حتى يسكب عليك الله غضبه. يقصد ايه اكتر من كده؟ هل ده ما يبقاش الشذوذ؟ لما يقول انت بتتاهل كله عشان تعطيه ما في ثوبك الداخلي عشان كده الله هيسكب عليك زي ما بتسكب عليه، هيوضح اكتر من كده. لو سمحت ده فاهم فضايح، لسه فضايح الراعي برسوم المحرقه اللي اتنشرت سنه 2001 لسه ما اتنسيتش. دكتور حنين عبد المسيح دلك على شخص تاني ممكن تساله عن الايام اللي بيبقى فيها دعاره في الكنيسه، وهو الراهب برسوم المحرقي، ولو هو مش عايش ممكن تسأل أب اعترافك عنه. تجمع نحو 3000 مواطن قبطي مصري في المقر الباباوي للكنيسة المصرية، وخرج عدة مئات منهم إلى الشارع احتجاجا على ما نشرته صحيفة غير حكومية ونسبت فيه إلى رجل دين مسيحي سابق ارتكاب جرائم أخلاقية ومبادل جنسية داخل أحد أشهر الأديرة في صعيد مصر. ورأى الأقباط أن ما نشرته الصحيفة متناسية طرد هذا الرجل من تلك الكهنوت قبل 5 سنوات، ومدعية بأن هذه المبازل قد حدثت في بيت العبادة المقدس، قد ألحق ضررا بليغا بسمعة رجال الدين المسيحيين، ويشجع على حدوث تجاوزات وعبارات غير مناسبة ضد المسيحيين. السم اللي تمثل بين الناس دلوقتي والأفكار التعبانة، إيه اللي هيعالجها دلوقتي؟ إيه اللي هيعالجها يعني؟ الجرائد الناس كانت تديها لبعض إهداءات من تحت الباب وتديها، هيعمل إيه؟ إيه اللي هيصلح المواقف دي؟ المسيحي اللي ماشي واثنين اتعرضوا له، ما تعرضوش شخصيا لكن قالوا له وهم شايفين الصليب وهو باين، قالوا له انت فاتح صدرك قوي كده ليه؟ مش اللي بيحصل عندكم. ومن برسوم المحرقي الاعتراف الأنبا بيشوي بأن في واحدة قديسة اسمها مريم المصرية سافرت الأراضي المقدسة علشان تمارس الخطيئة، وفي ناس بتروح أعياد القديسين علشان يشربوا خمرة ويرقصوا ويهيصوا. وفعلا ركبت السفينة وسافرت إلى الأراضي المقدسة على أمل أن هي تمارس الخطيئة في السفينة وفي الأماكن السياحية اللي هي رايحة. ساعات كان الناس تيجي يختاروا عيد المسيح عشان يشربوا خمرة ويغنوا ويرقصوا، عشان يشربوا خمرة ويغنوا ويرقصوا. طبعا الحاجات دي بنعمة ربنا أمكن إن يعني عن طريق الوعظ والإرشاد وعن طريق منع اللي يشجعوا هذه الأمور إن هم يدخلوا إلى مكان الاحتفالات في أعياد القديسين سواء في عيد القديسة دميانة أو باقي القديسين، أمكن منع هذه الأمور إلى أقصى درجة. لكن أنا بقول إنه فعلا في ناس بدل ما تروح تحتفل بعيد القديس بتبقى جاي عشان تهيص او عشان تدور على حد تعكسه او حاجه زي كده. لكن انا بقول انه فعلا في ناس بدل ما تروح تحتفل بعيد القديس بتبقى جاي عشان تهيص
وحظك وحش لأن الأنبا بيشوي مات ومش هيعرف يقولك عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة في الكنيسة بالظبط. لكن ممكن تسأل الصحفية سماح صبري عن قضيتها ضد القمص أنطونيوس باقي ابن عم الأنبا تودروس بابا الكنيسة، وأكيد هتقولك عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة في الكنيسة بالظبط. القمص أنطونيوس باقي ابن عم بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا تودروس الثاني، واللي عينه في منصب حساس كوكيل المقر البابوي في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الكاهن ده اتحرش بأكثر من سيدة في الكنيسة، منهم السيدة سماح صبري اللي بتحاول تقاضيه جنائيا، بس القضية الجنائية لم تكتمل أركانها فالمحامي العام قرر ما يكملش. قام الكاهن رفع قضية تشهير على سماح صبري وخسرها، وبعدها رفعت ضده قضية مدنية اتحدد لها جلسة يوم 25 سبتمبر 2023. وأكد محامي السيدة سماح صبري أنه بعد القيام بتحقيقات دقيقة ثبت أن السيدة سماح ليست هي الضحية الوحيدة للاعتداءات الجنسية والتحرش التي قام بها القمص أنطونيوس باقي، وقد تم في عامي 2020 وكذلك 2021 إبلاغ الجهات المسؤولة وعلى رأسها البطريرك تودروس الثاني وكذلك المجمع المقدس أن القمص باقي متحرش جنسيا وله العديد من الضحايا. مع الأسف بدلا من حماية شعب الكنيسة من هذا المعتدي، قام المسؤولون بالكنيسة الذين تم إبلاغهم بعمل تحقيقات سورية لم يطلع عليها أحد حتى يتم تبرئة الكاهن المذكور المدعى عليه ليحتمي في سلطة البطريرك، بل وحدث العكس تماما وهو لوم الضحايا بدلا من حمايتهم. وإذا معرفتش توصل للصحفية دي ممكن أدلك على الكاهن أثناسيوس رزق كاهن كنيسة العذراء 15 مايو بمدينة حلوان بالقاهرة، المسؤول عن 3 كنائس مصرية وهو أب اعتراف لمنطقة حلوان و15 مايو. القمص ده انتشر ليه تسجيلات صوتية بينه وبين أحد السيدات تثبت وجود علاقة قاسمة بينهم، واللي نشر التسجيلات دي الأستاذ وائل عبد المسيح وكيل مدرسة بمدينة 15 مايو بالقاهرة. الموضوع ابتدى معايا من حوالي 3 سنين، كان بيجي لي رسائل من ارقام مجهوله بتشككني فيها يعني. فطبعا انا في الاول خالص انا ما خدتش وديت يعني، ما رضيتش اتطرق ليها خالص يعني، على اساس انا واثق من مراتي يعني. جت في الاواخر خالص الرسائل ابتدت تقول لي عشان تصدق كلامنا ان في هي عامله مكالمات مع الاب الكاهن ده. فطبعا انا الرسائل كانت كتير، فطبعا انا ابتديت انا اعمل انا ايه ابتديت اواجهها بالرسائل دي، ما هو ما فيش دخان غير نار يعني. فطبعا عملت معايا مشكله كتير جامده وخناقه وكده، ورحت سبت البيت بعد ما مشيت على طول وعملت المحضر بثلاث اشهر تقريبا، فضلت ادور في البيت لمده 3 اشهر يعني لغايه لما لقيت الكارت ده، كارت ميموري اللي هو الميكرو ده. فطبعا شغلته اتصدمت طبعا بالكلام اللي سمعته فيه يعني. المكالمات بينها وبين الكاهن ده مكالمات جنسيه صرف. قلت لي اسم الكاهن ده اسمه ابونا أثناسيوس رزق. ولو ما لقيتش اجابه من القمص أثناسيوس رزق ممكن تخطف رجلك كده لدير الانبا بولا وتسأل رهبان دير الانبا بولا عن افعال وقصص ومغامرات الراهب فانوس مع النساء في الدير، وتسألهم بالمرة عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة في الدير. يعني بقى مرة بقى أنبا يوسف قال لي موقف يعني صعب كده، كانت الناس بتسلم عليه، دي مرة من المرات وأبونا راح مدت إيده على صدر واحدة ست. يا نهار اسود. فأنبا يوسف قال لي أنا اتخضيت كده يعني. أنا شفت المنظر ده أكتر من مرة يا أبونا. ففي سنة من السنين جم فقلت له يا أبونا الجماعة جم عايزين يسلموا عليك، قال لهم حطوا هنا في القلاية يعني. ورحت جبتهم له، فخد جاكلين على يمينه من هنا والبنت نيفين كانت لسه في كلية على شماله من هنا، وأنا والأب والأم وأخوها واقفين. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. انا اول مره اشوف ابونا فانوس بالشكل ده، انا ابونا فانوس في نظري حاجه كبيره، اول مره اشوفه بالشكل ده.
فهم طالعين له عشان يقولوا له على بطرس كبر وأثمله والأم مش قادرة تشيله صعب. طبعا حكاية البوز دي بقت من بصهم كتير يعني، وخدهم كده في حضن الاثنين يبوش شوية ويبوش ويبوش. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. أنا اتضايقت فديت الديك كمان لفين اللي هي في الكلية مش متجوزة يعني. ازاي اقول لها من بعد كده؟ لا بنتي ده ابوكي، ده ابو بنتي ما فيهاش حاجة، ده ابوك الروحي يعني، ابوك الجسدي لو باذب فيها حاجة مش ابوك يا ابن الكلب، ده ابوك الروحي برضه. وبعد ما ترجع بالسلامة من دير الأم بولا، تعمل اتصال بالقمص جرجس عبد الملاك وتسأله عن الأوقات والأيام اللي بيبقى فيها الدعارة في الكنيسة، وإذا ما ردش عليك ممكن تسأل سالي زخاري لأنها كتبت بوست تحذر فيه الأقباط في ولاية تينيسي الأمريكية من تواجد القس جرجس عبد الملاك المتحرش بالسيدات والأطفال هناك بعد أن هرب من المحاكمة الكنسية في الإبراشية التي يخدم فيها تحت رئاسة الأنبا بخوم بسوهاج سعيد مصر، والذي أوقفه فقط عن الخدمة لكن لم يجرده من الكهنوت، وطلبت من الأقباط الحذر من تواجده وسطهم سواء بملابسه الكهنوتية أو بملابس عادية كما في الصورة المرفقة حفاظا على نسائهم وأطفالهم، طالما القيادة الكنسية تتهاون في الحفاظ عليهم بالتستر على أمثال هؤلاء الذئاب حفاظا على صورة وسمعة الكهنوت التي هي عندهم أهم من بنات الرب وأولاده. يعني دلوقتي القمص جرجس يعتبر موقوف عن الكهنوت، العمل الكهنوتي، ويعني مش عارفين طبعا ايه هي الاخطاء، ولكن ده البيان اللي تم اعلانه وتم نشر هذا الخبر. يعني السبب اتعرف من بعض الناس اللي سربوا مكالمة بين القمص جرجس عبد الملاك وبين احدى المعترفات. واحد مسيحي كتب على صفحته على الفيسبوك عن هذا القمص هذا البوست: لا يستطيع الشعب ولا الأسقف بخوم شلح القمص جرجس عبد الملاك رغم أنه أخذ بنت شابة عمرها 19 عام لمدة أسبوع عاش معها، تزوج زواج شفوي من أمام المذبح مع السيدة دينا، يعمل بالسحر وعنده كتاب سحر يمشي به دايما، تاجر أثار بشهادة الكثيرين وله عصابة، يسجل اعترافات البنات على فلاشة لاستفزازهم جنسيا، سلم فلاشة اعترافات للأمن عليها أكثر من 2000 اعتراف عشرات التحرشات. رغم كل ذلك هذا الوغد حر طليقا، بل لا يستطيع أي شخص مواجهته أو الوقوف أمامه. وكمان يا بشوي ممكن تسأل القمص رويس عزيز خليل التابع لإبراشية المنيا وأبو قرقاس عن إمتى الدهارة بتكون في الكنيسة. أعلنت إبراشية المنيا وأبو قرقاص تجريد القمص رويس عزيز خليل من رتبته الكهنوتية وعودة اسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات الداخلية الكنسية. وشملت حيثيات القرار أنه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة من شعب الكنيسة في مصر وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فتاة مصرية قد نشرت شهادة مطولة عن تعرضها للتحرش في أثناء طفولتها من خليل، وذلك في منزل أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن كمان تسأل المسؤولين في كنيسة جبل سهيون المعمدانية عن واقعة الدعارة اللي حصلت في الكنيسة، وتقول لهم ممكن تعرفوني الأيام اللي بيبقى فيها دعارة في الكنيسة بالظبط. People come to this church for a spiritual experience. But Crystal Rowland decided she wanted a spiritual and sexual experience. So according to police, she urged a boyfriend to break into this church so they could have sex on the altar. Over more than a century in Sanderson, a lot has happened inside Mount Zion Primitive Baptist Church. Weddings, baptisms, prayer services. But on March 11th, there was a first for these four walls. According to deputies, a couple was having sex. I was shocked. In 40 years as a deacon at the small church, Lonzi Altman has never heard anything like it. I don't know what it become of the people that
somebody that would just do something like that in a church. And apparently the lovebirds were trying to set the mood. Police collected red tea candles from this church, and there's still red wax splattered all over the altar. When asked why inside the church, police say Roland told them she wanted a spiritual and sexual experience. Again, both Pierce and Roland were arrested. They each face a count of damage to property and burglary. أما الاعتداء على الراهبات منتشر جدا في الكنائس الغربية، والدليل في الفيديو ده. تضطر راهبات كثيرات ممن اغتصبهن قساوسة إلى ترك سلك الرهبنة عندما يحبلن. يعطي الكهنة المال لرئيسات الراهبات، وهؤلاء يرسلن لهم الراهبات. هذه دعارة. وفي نماذج تانية كتير جدا محتاجة سلسلة حلقات عن انحرافات كهنة الكنيسة سواء داخل مصر أو خارج مصر. بس في رجل دين مسيحي انتوا بتعتبروه قدوتكم، وهو القمص زكريا بطرس. ممكن تسألوا برضو، تسألوا عن الأيام اللي بيبقى فيها دعارة في الكنيسة، لأنه صاحب واقعة مشهورة لما جاب فتاة دعارة من الفلبين وقدمها في الكنيسة على أنها مسلمة وعابرة من أندونيسيا. ثانيا، في 28 من فبراير سنة 2001 أبلغني أحد المخلصين من شعب كنيسة القديس إبرام بأن زكريا بطرس أتى بفتاة من أصول آسيوية وقام بضيافتها في إحدى الغرف الملحقة بالكنيسة، وأخبر الشعب بأنها فتاة من إندونيسيا مسلمة تريد أن تكون مسيحية، وقال إن أهلها قاموا بطردها وليس لها مأونة، وستقوم الكنيسة بضيافتها إلى أن ندبر لها مسكنا. لكن بعد هذا اكتشفت أن الفتاة تلك ليست مسلمة وليست من إندونيسيا، بل هي باغية من الفلبين، وأنها تقوم باصطحاب عشاقها إلى المسكن داخل الكنيسة بعلم القمص زكريا بطرس، وأنه يأخذ مقابل ذلك مما تفعل غير مبال بحرمة بيت الله ولا بأي شيء. يعني هو أكتر واحد هيفيدك لأنه شغال قواد، وأكيد هيكون عارف إمتى الدهارة بتبقى في الكنيسة بالضبط، وأكيد هو اللي منظم المواعيد. ولو برضو لسه مش مقتنع ممكن نسأل رجل قانون ونشوف هيقول لك إيه. يا فشوي، بص، الجرائم الأخلاقية زي الدعارة ما بتتمش بشكل علني أو تتجدول بمواعيد معينة، بل هي أفعال بتحصل في الخفاء وبيتم إخفارها عن عيون الناس، خصوصا لو كانت مرتبطة بمؤسسات دينية. الادعاء بأنه واجب تحديد يوم أو موعد لأفعال زي دي كشرط لإثبات وقوعها بيعكس سوء فهم لطبيعة السلوكيات دي. التحقيق في القضايا دي بيعتمد على تقديم أدلة أو وقائع محددة، سواء كانت شهادات أو وثائق أو اعترافات، وليس على توقع إنها هتتمارس بشكل علني. وأتمنى تكون الصورة وصلتك وفهمت الموضوع، وإني أنا مجرد ناقل لحقائق وقائع حدثت بالفعل وتم نشرها سواء سابقا أو في الوقت الحالي وباعتراف الكنيسة المصرية وبعض قنوات التنصير خارج مصر وصفحات التواصل الاجتماعي. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك للحق. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.